فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باش مهندسين تانية ثانوي، أخبركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هناخد آخر حصة في منهج الجبر بإذن الله، خواص اللوغاريتمات. إيه بقى حكاية خواص اللوغاريتمات؟ وليه الناس مرعوبة منها؟ وليه كل التعليقات واحدة واحدة في خواص اللوغاريتمات يا أستاذ؟ قبل أي حاجة بقى نسمي الله، بسم الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الخاصية الأولى يا هندسة بتقول لو جيت تجيب لوغاريتم للواحد الناتج على طول بصفر. طبعا يا باشمهندسين احنا اتفقنا الحصة اللي فاتت ان العدد اللي هنا لازم يكون اكتر من الصفر وما يكونش واحد، والعدد اللي هنا لازم يكون اكبر من الصفر. فالراجل بيقول لك لو انت لقيت لوغاريتم هنا كده مكتوب واحد، الناتج على طول بيساوي صفر. ليه يا أستاذ؟ قال لك بسيطة قوي. لو أنا كان معايا مثلا لوغاريتم 5 واحد، قلت له تمام، قال سويهم بسين مثلا، قلت له سويتهم بسين، 5 أس سين بتساوي واحد. 5 أس كام بتساوي واحد؟ مش 5 أس صفر؟ العدد أس صفر هو اللي بيساوي واحد. أيوة يا أستاذ. طب ما تيجي نتدرب على دول كده. لوغاريتم 3 واحد على طول بصفر يا أستاذ. لوغاريتم 1 س زائد 1 طالما هنا 1 على طول الناتج بصفر. خلي بالك مش هفكرك تاني، ما ينفعش يكتب تحت هنا 1، الناتج على طول هنا بصفر يا استاذ. طب هنا دي يا استاذ بصفر، ودي بصفر، ودي بصفر، ودي 5 في صفر، كله طلع بصفر يا استاذ. تمام، برافو عليك. دي اول خاصيه. الخاصيه الثانيه بيقول لك لو لقيت يا باشمهندس لوغاريتم العدد نفس العدد، يعني الاساس نفس الناتج، شوف الاساس الف والناتج الف، قال لك على طول القيمه بواحد. طب ليه يا استاذ؟ قال لك لو انت كان معاك مثلا لوغاريتم 5 5 بيساوي كاف مثلا، مجهول، انا عايز اعرف هو بيساوي كاف، حولتها لصوره اسيه، الخمسه بتساوي 5 اس كاف. في قاعدة بتقول إذا تساوت الأساسات تتساوى الأسس. ممتاز، برافو عليك. تعال ندرب. لوغاريتم 7 7 بواحد، لوغاريتم جذر 3 جذر 3 بواحد، لوغاريتم 6 6 بواحد، لوغاريتم 2 جذر 5 وهنا 2 جذر 5 برضو بواحد، لوغاريتم يا أستاذ 10 ده ما كتبش حاجة. لا، هو مش ما كتبش حاجة، ده كان اسمه لوغاريتم معتاد. أنا المفروض أبقى عارف إن مكتوب هنا كده 10. في اللوغاريتم المعتاد ما بيحطش الأساس، خلي بالك، الأساس ده بيكون 10، أنت المفروض تكون عارفه. يبقى الناتج هنا يا أستاذ بواحد. الخاصية التالتة بتقول لو كان معاك يا باشمهندس لوغاريتم وكان في هنا أس، تقدر تنزل الأس قدامه، يبقى الناتج نون لوغاريتم ألف ب. والناس تخلي بالها قوي اهو بقى، هنا بداية بقى الاخطاء اللي بتحصل. ايه الفرق ما بين السؤالين دول يا شباب؟ لوغاريتم 5 اس 2 ولوغاريتم 5 اس 2. دي يا باشمهندس مستحيل انزل الاس. ليه يا استاذ؟ شفت هنا الخاصية بتقول لك ايه؟ الاس لو كان على الباء ما كانش على اللوغاريتم كله، بينزل قدامها، تقدر تنزله قدامها. وركز، ركز يا باشمهندس، تاني تاني الحته دي واحده واحده عشان فيها كلام كتير وانت بتغلط. لو معايا مثلا، ركز كده، لوغاريتم ا ب ج، هنا كان اس 2 وهنا كان اس 3. ركز بقى من الاخطاء اللي بتحصل. ابص الاقي الناس قاموا منزلين الاثنين ومنزلين الثلاثه، ما ينفعش. طالما الرمزين دول مش نفس الأس ما ينفعش، أمال لازم تحولها لبقية الخواص اللي انت لسه ما خدتهاش. يعني يا أستاذ وانا في المسألة دي انت بتقول لو معاك لوغاريتم وهنا حاجة لها أس ينفع انزل الأس قدامها؟ اه،
إنما لو كان في أكتر من حاجة والأسس مش زي بعض ما ينفعش تنزل قدام. خد بالك، ركز. ماشي يا أستاذ. يعني الخاصية بتقول يا أبو حميد لو معايا لوغاريتم ألف وهنا كده كان حاجة هي اللي لها أس، قال لك نزل الأس قدامها عادي، عادي خالص. ماشي يا أستاذ، بس خلي بالك، خلي بالك يا هندسة. قلت له قول، لوغاريتم ألف ب أس نون مش هي لوغاريتم ألف ب أس نون، مش هي دي حاجة ودي حاجة تانية خالص خالص خالص. طب يا أستاذ أنا كان قابلني مسألة فعلا في أس كده، دي بنتصرف فيها إزاي؟ دي ما بتتحلش إلا بالتحليل فقط، بالتحليل تفتح قوسين أو تاخد مشترك والحاجات دي، إنما ما بتقدرش تنزل الأس. وأكيد أكيد إن شاء الله هدربك بالتفصيل بإذن الله، ما تقلقش. لوغاريتمي يا أستاذ 3.9، التسعة دي هندسة عبارة عن 3 أس 2، هل الاتنين ينفع تنزل قدامها؟ تنفع يا أستاذ. يبقى الناتج 2 له 3.3. قال لا، طب ما دي الخاصية اللي فاتت يا أستاذ، له 3.3 بـ1، يبقى الناتج طلع بـ2. طب هنا، هنا يا أبو حميد لوغاريتم 2 الـ16 2 أس 4، الـ4 ينفع تنزل قدام؟ ينفع يا أستاذ. يبقى 4 له 2 2، له 2 2 بـ1، يبقى الناتج بـ4، مش شرط اللي يتبقى ده يكون بيتشال، مش شرط. طب هنا، هنا أنا عايز منك حتة مهارة بقى، ركز. دي لوغاريتم يا أستاذ جذر 5، والخمسة وعشرين دي في ناس تقول 5 أس 2، والطلبة الممتازين هيقوموا قايلين هي جذر 5 أس 4. صح، اللي قال جذر 5 أس 4 خليك واثق في نفسك. نزل الأربعة بقى لوغاريتم جذر 5 في جذر 5، دول راحوا مع بعض، يبقى الناتج فيها الأربعة. وكان حد بيحلها بطريق تاني المسألة دي، يقول لوغاريتم جذر 5 25 هسويها بسين، 25 بتساوي جذر 5 أس س، الجذر ده معناه أس نص، بتساوي 25 اللي هي 5 أس 2، إذا تساوت الأساسات تتساوى الأسس، ومنها السين بـ4. كلام مظبوط 100%. السؤال اللي بعده، معايا أستاذ 2 لوغاريتم 2 4، قال لك يا باشمهندس لو أنا جبت لك الرقم قدام اللوغاريتم تقدر تطلعه فوق، يبقى الناتج لوغاريتم 4 2 أس 4، يعني لوغاريتم 4 4 بـ1. طب يا أستاذ هنا، يلا ده لوغاريتم 100 المية كام؟ المية يا أستاذ 10 أس 2. طب والستاشر 2 أس 4، هنا الاتنين دي نقدر ننزلها قدام ولا ما نقدرش؟ نقدر يا أستاذ. بكام؟ لما جيت نزلتها يا أستاذ طلعت بـ2 له 10 10 بـ1، وهنا 4 له 2 2 راحت، يبقى النتيجة بنص كله يا أستاذ. برافو عليك. طب افرض يا أستاذ أنا معرفتش أخد الاتنين مشترك لأنه مش زي بعضه، يبقى مش هينزل. تمام، يبقى هنا لوغاريتم ألف ب ألف ب خلاص يا أستاذ ده بـ1، يبقى الناتج بـ2 كله. طب السؤال ده، يلا يا هندسة، لوغاريتم ألف 1 ده بـ0 يا أستاذ، لوغاريتم ب ب أس 2 قلت له الاتنين تنزل، هيتبقى لوغاريتم ب ب بـ1 خلاص. طب الأربعة دي جذر 2 يا أستاذ أس 4، برافو، ده هتطلع بـ4، يبقى الناتج كله يا أستاذ بـ6. ممتاز. الخاصية الرابعة، أكيد يا باشمهندس لما أخلص كل الخواص دي هنبدأ نحل مع بعض تدريبات كتير جدا النهاردة إن شاء الله. الخاصية الرابعة بتقول لو لقيت لوغاريتم مع لوغاريتم تاني واخد نفس الأساس وكانوا جمع كده زائد أهي، قال لك يبقى الناتج بتاعك لوغاريتم ألف س في ص. وخلي بالك، خلي بالك يا هندسة، مش لوغاريتم ألف س في ص لا تساوي، مش هي لوغاريتم ألف س زائد ص، دي مش هي دي، ولا يا باشمهندس لوغاريتم ألف س زائد لوغاريتم ألف ص يكون بيساوي لوغاريتم ألف س زائد ص. خد بالك يا هندسة، ركز في الديتيلز الصغنطوطة دي. بص كده يا سيدي الناس، ايه اللي حصل؟
بيقول لك لوغاريتم زائد لوغاريتم واخد نفس الاساس شرط. قال لك في حاله الجمع تضرب النواتج دي اللي هي السين والصاد. يا استاذ ممكن ليه؟ ممكن ليه يا باشمهندس؟ لو انا جيت يا هندسه قلت لوغاريتم الف سين بتساوي كاف ولوغاريتم الف صاد بتساوي ميم، يبقى هنا السين بتساوي الف اس كاف لما حولناها الاسيه، وهنا الصاد بتساوي الف اس ميم. ما تيجي نضرب العلاقتين في بعض، سين في صاد، وهنا في حاله الضرب بجمع الاسس يبقى الف اس كاف في ميم. تمام يا استاذ. ارجع خد اللوغاريتم للطرفين، يبقى لوغاريتم الف سين في صاد بتساوي الكاف زائد الميم، الكاف اللي هي لوغاريتم الف سين والميم اللي هي لوغاريتم الف صاد. يا رب تكون واضحه معاك يا هندسه. ده الاثبات بتاعها جابوها منين؟ ومن معرفتك للاثبات ده تقدر تثبت الخاصيه اللي فاتت. تعال نشوف الخاصيه اللي فاتت كده. دي يا باشمهندس كانت لوغاريتم الف ب في ب في ب في ب لان اسها نون، صح؟ يبقى دي كانت لوغاريتم الف ب زائد لوغاريتم الف ب زائد لوغاريتم الف ب زائد وهكذا. فانت بعدد الضرب عدد ما بتجمعهم، يعني ده كده لوغاريتم بقوا 2 بقوا 3 بقوا 4 بقوا 5 بقوا 5 6 لوغاريتمات 7 لوغاريتمات، وانت ماشي لحد ما توصل لنون من اللوغاريتم الف ب اللي هو نفس الاس. تمام يا استاذ. تعال بقى نتدرب ونحل. بص على الاساس، عينك اول ما تقع في مسائل جمع اللوغاريتمات بص على الاساس، اتاكد ان اللوغاريتم مفيش قدامه حاجه. شفت الحته البسيطه دي؟ اللوغاريتم لازم ما يكونش قدامه حاجه. ففي المساله دي يا استاذ الاساس زي بعضه، 5 في 2 ب 10. طب ركز في الخواص، مع 10 10 ب 1 صح. ها جمع يعني ضرب، هيقف ليه يا استاذ؟ ما هو جمع اهو، شفت الاس ده؟ شفت الرقم اللي قدام له ده؟ وقفك. لازم كنت ترفعه الاول، لازم. يبقى هنا لوغاريتم ا ب ا اس 2 زائد لوغاريتم ا ب ب اس 2 جمع يعني ايه يا هندسه؟ يعني ضرب يا استاذ. يبقى لوغاريتم ا ب ا اس 2 ب اس 2 ينفع ناخد الاس مشترك ولا ما ينفعش؟ ينفع يا ابو حميد. طب يلا بقى لوغاريتم ا ب ا ب الكل اس 2 ينزل قدام. ايوه هنا الاثنين نزلت اهي، بقى لوغاريتم ا ب ا ب خلاص ده بواحد. طب تعالى هنا بص للاساس زي بعضه، اتاكد. ايوه يا استاذ خلاص، يبقى لوغاريتم واحد اهو، واضرب القيم اللي هنا، س في 2 ب 2 س بتساوي 2. اللوغاريتم ده اساسه كام؟ 10. حوله يلا، يبقى 2 س بتساوي 10 اس 2، هنا كده كان في 10 تاخدها حاططها هنا، يبقى س الواحده بتساوي 10 اس 2 اللي هي 100، واقسم على الاثنين تطلع ب 50. طب تعالى هنا يا باشمهندس يلا بص يا هندسه للاساس زي بعضه، اهم شيء عندك الاساس، اهم حاجه الاساس، ركز فيه. ايوه يا استاذ الاساس زي بعضه، خلاص يبقى لوغاريتم ا ب وهنا 1 ع ب في 1 ع ا، يبقى لوغاريتم ا ب 1 على ا ب، ده يطلع من تحت لفوق، يبقى الناتج له ا ب وهنا ا ب اللي هي القيمه هتطلع بتساوي 1. يا رب تكون واضحه معاك. طب تعال هنا، هل ينفع يا باشمهندس؟ لا يا استاذ لازم اطلع دي، طلعها. يبقى لوغاريتم 2 اس 3، 8 دي جت منين؟ رفعت ال 3 في الاس بقت 2 اس 3. هنا جمع نفس الاساس، اتاكد. ايوه يا استاذ، يبقى لوغاريتم ال 2 في 4 ب 8. طب ما حاجه على نفسها في الواحد، برافو عليك. الخاصيه الخامسه يا باشمهندس بيقول لك لو طرحت لوغاريتمات ليها نفس الاساس يبقى الناتج اسمه اللي هو لوغاريتم الف ب على ج. ولاحظ يا هندسه، خد بالك، خلي بالك من الحاجات دي، ان لوغاريتم الف
به على جيم مش هي لوغاريتم ألف به ناقص جيم، ما ينفعش. دول يا باشمهندس قيمة واحدة، دول لازم يتصفوا مع بعض لأنهم قيمة، ما ينفعش أضرب اللوغاريتم كده، ما ينفعش، دي غلط خالص، دي ما تنفعش. طب يا أستاذ ممكن أعرف جي منين الكلام ده؟ خد لوغاريتم ألف به سوي بكاف، خد لوغاريتم ألف جيم سوي بمين، يبقى هنا البه بتساوي ألف أس كاف، وهنا الجيم بتساوي ألف أس ميم. اقسمهم مع بعض بقى ألف أس كاف على ألف أس ميم، في حالة القسمة بنطرح طالما الأساس زي بعضه. ارجع خد اللوغاريتم تاني، يبقى لوغاريتم ألف به على جيم بتساوي الكاف اللي هي كان قيمتها لوغاريتم ألف به ناقص الميم اللي هي لوغاريتم ألف جيم. يا رب تكون واضحة معاك. تعال نتدرب. اتأكد يا هندسة من الأساس، شايف الأساس هنا كام؟ خمسة، يبقى الناتج لوغاريتم خمسة عشرة على الاتنين، اللي هي لوغاريتم خمسة خمسة، اللي هي بتساوي واحد. يا أستاذ ركز يا هندسة، بص للأساس كويس. أيوة يا أستاذ، واخد بالك هنا في إيه؟ هنا في جمع يا أستاذ، يبقى كان أصله ضرب، وهنا فيها أستاذ طرح يبقى كان اسمة. مش فاهم يا أستاذ؟ واحدة 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 واحدة. شفت دي ايه؟ س زائد لوغاريتم ألف ص زائد يعني ضرب س في ص اهي، ناقص يعني اسمة س ع ص اهي. طب ما دول كده فيهم الواحد، يبقى لوغاريتم ألف واحد بكام؟ بصفر يا أستاذ. وكان حد تاني قال لا، طب ما أنا كنت جيت يا أستاذ قلت له دي لوغاريتم ألف س في ص ناقص لوغاريتم ألف س في ص حاجة ناقص نفسها بصفر، صح. يلا يا هندسة السؤال ده، بص يا أستاذ الأساس كله زي بعضه، يبقى هنا لوغاريتم س على 2 بتساوي لوغاريتم 4. أيوة تذكر، لما لو حاجة تساوي لو حاجة تانية تقدر تشيل اللو مع اللو، ما يكونش في جمع، ما يكونش في جمع، يعني ما يكونش لوغاريتم زائد لوغاريتم وطير كده، ما ينفعش، لازم تصفهم في الوضعية دي، هنا لو وهنا لو، تشيلهم مع بعض عادي والنواتج اللي تتبقى. فالخاصية دي أنا طبقت فيها الكلام ده، قلت له يبقى س على 2 بتساوي 4 ومنها س بتساوي 8، بس كده بس كده. طب تعالى للسؤال اللي بعده. مظبوطة يا أستاذ، مظبوطة مظبوطة. إيه ده يا أستاذ؟ واحد جاي في وسط مسألة عدد من غير لوغاريتم؟ قال لك في حالة يا هندسة إنك تلاقي عدد بدون لوغاريتم، ركز. لما تلاقي عدد بدون لوغاريتم، العدد ده كام؟ واحد يا أستاذ، فرضاً إنه كان خمسة يا أستاذ، اضربه خمسة في واحد، لازم يكون في واحد. ماشي، العدد ده واحد أهو، حطه لوغاريتم نفس الأساس اللي موجود، مش فاهم. هنا الأساس كام؟ 10، لان ده لوغاريتم معتاد، الواحد ده تحطه 10 10. طب افرض يا استاذ كان 3، اعمل ايه؟ تقوم حاطط الثلاثة دي 3 في واحد، تكتب الثلاثة والواحد قيمته لوغاريتم 10 10. فهمت تتصرف ازاي لو في رقم؟ بتحط لوغاريتم جنبه نفس الاساس، الرقم اهو، وتقوم حاطط لوغاريتم نفس الاساسات اللي موجوده. الاساس هنا 10، يبقى هتحط لوغاريتم 10 10. أساس 2، يبقى هتحط له 2 2. 3 له 3 3، وهكذا. زائد له 3 ناقص له 2 ناقص له 15. بص يا أبو حميد بقى، الواحد ده مش هيفرق لأنه لو رفعته عادي، أدى لوغاريتم لأنه كله نفس الأساس. 10 قابلني زائد يبقى ضرب، قابلني ناقص يبقى قسمة، قابلني ناقص يبقى قسمة، يبقى الناتج لوغاريتم 30 على 30 بتساوي لوغاريتم 1 اللي هو قيمته بتساوي 0 يا أستاذ. هنتدرب يا باشمهندس على كل الخواص دي تاني، ما تقلقش. الخاصية السادسة، خاصية السادسة دي اسمها خاصية تغيير الأساسات، ودي بتستخدمها يا باشمهندس في المواقف المحرجة بقى. يعني ايه يا أستاذ؟ يعني بتبص تلاقي لوغاريتم جاي مضروب في لوغاريتم، انا ما عنديش حاجه اسمها لوغاريتم في لوغاريتم، ولا حاجه اسمها لوغاريتم على لوغاريتم. تعال نرجع كده، شفت هنا كان الطرح قسم القيمه على القيمه،
إنما أنا ما عنديش لوغاريتم على لوغاريتم، ما عنديش كده، ما عنديش حاجة اسمها كده، ما فيش يا باشمهندس، ما عنديش حاجة اسمها لوغاريتم في لوغاريتم، لوغاريتم في لوغاريتم مش عندي، مش هي لوغاريتم ألف زائد لوغاريتم ألف صاد، ما عنديش يا أستاذ، ما عنديش حاجة اسمها ضرب لوغاريتمات، ما عنديش حاجة اسمها اسمة لوغاريتمات. قال لا، امال ايه ده يا أستاذ؟ ما هو في مسائل اهي، افهم الخاصية الأول شوفها بتتكلم عن ايه. خاصية تغيير الأساسات بيقولك لو انت معاك لوغاريتم سين صاد، تمام يا أستاذ، قال لك يا هندسة ده تقدر تغير أساسه، قلت له مش فاهم، قال ممكن تكتب لوغاريتم ألف صاد على لوغاريتم ألف سي، يعني تاخد ده في لوغاريتم وده في لوغاريتم، ده فوق يتحط في البسط، ده تحت يتحط في المقام، أو ممكن تاخد لوغاريتم أساسه جذر 2 مثلا، شوف اللوغاريتم اللي فوق نفسه اللي تحت، ركز في الأساس. المهم انك بتحط اي لوغاريتم ليه اي اساس. جي منين الكلام ده يا استاذ؟ اقول لك، لو معايا مش مهندس لوغاريتم سين صاد بتساوي الف، يبقى الصاد بتساوي سين اس الف، قمت واخد يا باش مهندس لوغاريتم الف للطرفين، لو انا جيت خدت لوغاريتم بلاش الف، لوغاريتم كاف اهوت، يبقى هنا لوغاريتم كاف صاد بيساوي ألف لوغاريتم كاف سي. ليه؟ لأن ده بقى في وضعية أس، أقدر أنزله قدام، أقدر أشيل ده بالاسم عليه، يبقى لوغاريتم صاد كاف على لوغاريتم سين كاف دي قيمتها بألف، والألف اللي هو كان بلوغاريتم سين صاد، يبقى أنا أقدر أشيل ده وأحط لوغاريتم سين صاد. الشاهد من الموضوع يا هندسة إن الخاصية دي لو أنت معاك أي لوغاريتم عاوز تغير أساسه بسيطة قوي، بتقوم واخد ده في لوغاريتم وده في لوغاريتم، بس اللوغاريتم اللي هتحطه فوق وهتحطه تحت لازم يكون نفس الاساس، وما بنشرطش عليك اساس، انت حر، عايز تحط قرد حط قرد، مفيش اي مشاكل. بنستخدم الطريقه دي امتى؟ لما تلاقي لوغاريتم مضروب في لوغاريتم. ماشي هندسه؟ طيب تعال نشوف هنا المساله دي يا استاذ، ضرب لوغاريتمات، إيه انت عندك قانون يا هندسه؟ لا، غير الاساسات. انا حطيت لوغاريتم معتاد يا استاذ اهو، تمام يا سيد الناس، دي كنسلت مع دي ودي كنسلت مع دي، النتيجه فيها الواحد، برافو عليك. طب هنا يلا يا هندسه، لوغاريتم 5 على لوغاريتم 2 في لوغاريتم 25 اللي هي 5 اس 2 على لوغاريتم 4 اللي هي 2 اس 2، الاثنين دي تنزل قدام هنا يا استاذ، والاثنين دي تنزل قدام، الاثنين لما نزلت مع الاثنين راحوا، بقى الناتج لوغاريتم 5 في لوغاريتم 5، يعني لوغاريتم 5 اس 2 على لوغاريتم 2 في لوغاريتم 2، يعني لوغاريتم 2 اس 2. طب المساله دي يا استاذ، ها ده يا استاذ بص حضرتك، هنا لوغاريتم الف على لوغاريتم ب في لوغاريتم ب على لوغاريتم ج في لوغاريتم ج على لوغاريتم د في لوغاريتم د على لوغاريتم أ، غيرت الأساسات لأن ما عنديش قانون للضرب، فبصيت لقيت دي اتكنسلت مع دي لأنه ضرب، ودي راحت مع دي ودي راحت مع دي ودي راحت مع دي، النتيجة فيها الواحد يا أستاذ، صح. يلا يا باشمهندس هنا التمانية دي يا أستاذ 2 أس 3، والستاشر دي يا أستاذ 2 أس 4، وال64 2 اس 6، صح. نزل الاسس دي كلها على الارض يا استاذ، يبقى 3 لو 2 في 4 لو 2 2 راحت، الاربعه دي انا نزلتها و2 2 دي راحت، وهنا 6 لو 2 لو 2 راحت مع لو 2، ال 3 في 4 ب 12 على 6 فهل 2. اخر خاصيه يا هندسه بتقول لك ايه؟ ازاي تجيب معكوس ضربي للوغاريتم؟ يعني لو انت معاك لوغاريتم او واحد على لوغاريتم سين صاد وانت عايز تطلعه من المقام تخليه في البسط، تعمل ايه؟ قالك بكل بساطة بدل الصاد مكان السين والسين مكان الصاد، بس كده يا هندسة، مش فاهم يا أستاذ؟ قالك
معك مسألة حيث لوغاريتم صاد سين هنستخدم خاصية تغيير الأساسات. هنستخدمتها قمت جاي قايل ان دي لو صاد على لو سي. مقام المقام بسط يا أستاذ بقت لو سين على لو صاد. هستخدم خاصية يا أستاذ اللي هي تغيير الأساسات بس بالعكس، هرجع السؤال لأصله. بس كده يا باشمهندس. يلا يا باشمهندس نحل دي. لوغاريتم 15-3 جبت المعكوس الضربي، لوغاريتم 15-5 جبت يا أستاذ المعكوس الضربي. جمع يعني ضرب، يبقى لوغاريتم 15 التلاتة في 5 ب15 اللي هي تطلع بكام؟ بواحد. يلا يا هندسة، يلا يا هندسة. لوغاريتم يا أستاذ 12-2 زائد لوغاريتم 12-8 زائد لوغاريتم 12-9 هناخد لوغاريتم 12 2 في 8 في 9 كده 16 في 9 بتساوي 144 اللي هي لوغاريتم 12 أس 2 يبقى النتيجة تطلع بكام؟ النتيجة يا أستاذ يطلع ب2. دول كانوا الخواص السبعة اللي الكتاب اتكلم عنهم. في خاصيتين كمان الكتاب ما اتكلمش عنهم، تعالى كده نشوفهم كده ونحاول نفهمهم. أول خاصية منهم يا هندسة هتريحك في الحل قوي، يقول لك إيه؟ لو أنت معاك يا سيدي الناس عدد الأس بتاعه لوغاريتم أساسه نفس الأساس اللي موجود ده، قال لك يبقى القيمة على طول بسين. ركز يا باشمهندس في الخاصية دي كده. لو معاك 7 أس لوغاريتم 7 سين يبقى الناتج بسين. لو معاك 11 أس لوغاريتم 11-4 يبقى الناتج ب4. على طول كده، على طول كده. ليه يا أستاذ؟ أقول لك ليه. لو أنت معاك مثلا يا باشمهندس أ أس لوغاريتم أ سين سويته بكاف، خد لوغاريتم للطرفين. هاخد لوغاريتم أ يا أستاذ للطرفين الاتنين. ده بقى في وضعية أس ينزل قدام، بقى لوغاريتم أ سين في لوغاريتم أ أ ده بواحد خلاص، بتساوي لوغاريتم أ كاف. تمام يا أستاذ. تيجي حضرتك بقى تشيل لو أ مع اللو أ يبقى السين كلها بتساوي كاف. يبقى أنت كده عرفت لو معاك أساس أس لوغاريتم واخد نفس الأساس يبقى القمة بالعدد اللي معاه. تاني حاجة يا باشمهندس ركز فيها بقى. لو أنت معاك يا هندسة لوغاريتم مثلا 9 وهنا 3، قال لك ببساطة شديدة قوي التسعة دي أنت تقدر تقول 3 أس 2 صح؟ ايوه. شفت الاتنين دي؟ اقسمها قدام اللوغاريتم، يعني دي كانها نص لوغاريتم 3-3 يبقى القيمه بنص. طريق تاني، ركز كده، ركز تاني. لوغاريتم 9 يا استاذ 3. في ناس قالت يا استاذ بص التسعة دي 3 اس 2، الاتنين دي شيلها اقسمها بره صح. وفي ناس قالت لا ده التلاتة دي يا أستاذ كانت جذر التسعة اللي هي تعتبر 3 أو 9 أس نص، نزل النص قدام ولو 9-9 بواحد يبقى الناتج نص. الطريقين الاتنين صح. أمال أنت بتعلمنا دي ليه؟ ما احنا عارفين دي علشان تعرف تتعامل مع مسألة زي كده. مثلا لو جيت قلت لك لوغاريتم 2 سين ولوغاريتم 4 سين، هل هتقدر تتعامل معها؟ مش هتعرف تحلها لان الاساسات مش زي بعض. طب اتصرف ازاي؟ بتقوم جاي على الاربعة قايل هي 2 اس 2 تقوم حاطط هنا نص بس كده، انت خليت الاساسات زي بعض وتقدر تتعامل مع السؤال. فهمت حاجة يا هندسة؟ فهمان يا باشمهندس؟ تمام يا استاذ ماشي. تعال بقى نتدرب هنا. يبقى احنا قلنا الخاصية التانية دلوقتي، لو معاك لوغاريتم ألف أس نون وهنا كاف، ده بيساوي 1 على نون لوغاريتم ألف وهنا كاف. دي الخاصية التانية. يبقى ناتج المسألة دي بإيه؟ ناتج المسألة دي بنص يا أستاذ لأن التسعة 3 أس 2 قمت قاسم عليها بره. طب ناتج المسألة دي بإيه؟ بتلت يا أستاذ لوغاريتم 3 سين. طيب ناتج المسألة دي بإيه؟ لا جمع يا أستاذ بس الأساسات مش زي بعض. ها تتصرف إزاي؟
السبعة وعشرين تلاتة أس تلاتة يبقى تلت لوغاريتم تلاتة سين. هنا دي كانت تلاتة أس تلاتة، تواخد الأس ده قسم عليه بره، زائد يا أستاذ لوغاريتم تلاتة سين بتساوي أربعة. هنا واحد زائد تلت، واحد زائد تلت بواحد وتلت اللي هي أربعة تلاتة. وحد تاني قال يا أستاذ أنا ما كنتش أحل كده، قلت له قول. قال انا كنت هعمل الخطوه الاولى دي واقوم رفع التلت ده في الاس، ماشي ولا اي اندهاش، نفس القيمه. يعني حلها لنا كده يا استاذ الطريقتين، احلها لك الطريقتين. واحد قال انا هرفع الاس، في حاله الضرب انا بجمع الاسس، يبقى هنا تلت واحد اللي هي اربعه تلاته، يبقى السين أس أربعة تلاتة بتساوي تلاتة أس أربعة. تمام، أربعة تلاتة دي اللي هي تلت في أربعة، الأس كده متقرر، الأسس متساوية يبقى الأساس متساوي، الجذر التكعيبي بيساوي تلاتة، يبقى السين بتساوي تلاتة أس تلاتة، يبقى السين بسبعة وعشرين يا أستاذ. مش فاهم. تاني واحدة واحدة. واحد قال التلت ده انا هرفعه اس، اهو بقت يا استاذ لوغاريتم 3 سين اس تلت زائد واحد. تمام، لان انا بضرب السين اس تلت في السين، سين اس واحد وتلت اللي هو اربعة تلاتة، او اربعة في تلت كده بتساوي تلاتة اس اربعة. اذا تساوت الاسس تتساوى الاساسات، سين أس تلت بتساوي تلاتة، التلت ده هشيله هحط هنا أس تلاتة. صح يا هندسة، يبقى السين بسبعة وعشرين يا أستاذ، برافو عليك. واحد تاني قال لا، أنا كنت يا أستاذ أقول تلت واحد كده أربعة على تلاتة، لوغاريتم تلاتة سين بتساوي أربعة، يبقى لوغاريتم تلاتة سين بتساوي أربعة في تلاتة أربعة، دول راحوا مع بعض، يبقى السين بتساوي 3 أس 3 ب 27. برضو انت صح يا باشمهندس. تعال نحل تدريبات على الخاصية التانية اللي هو بيقول لو معك ألف أس لوغاريتم ألف سين الناتج على طول بسين. هنا المسألة دي بسين يا أستاذ، هنا المسألة دي بسين يا أستاذ، هنا المسألة دي. بص يا أبو حميد حضرتك، هي السين تربيع بتساوي لوغاريتم 10 10 أس 9 يعني 9، تسعة دي هتنزل قدام، عشرة عشرة بواحد، يبقى سين تربيع بتسعة، يبقى السين بتساوي يا أستاذ تلاتة. يا أستاذ أنت ليه ما بتاخدش موجب أو سالب؟ لأن ما ينفعش يكون ده بالسالب. قبل يا باشمهندس بقى ما نتدرب على التمارين كلها كده مع بعض إن شاء الله، تعال أكتب لك الخواص كلها في ورقة عشان تبقى معاك. خدنا يا باشمهندس الخاصية الأولى وقلنا إن لوغاريتم أ واحد ده على طول بصفر. الخاصية الثانية لوغاريتم ألف ألف نفس العدد الناتج بواحد. الخاصية الثالثة بتقول لو معاك لوغاريتم ألف ب زائد لوغاريتم ألف ج الناتج على طول لوغاريتم ألف ب في ج. وخلي بالك يا هندسة، خلي بالك دي مش هي لوغاريتم ألف ب في لوغاريتم ألف ج، مش هي كده، ولا هي لوغاريتم ألف ب زائد ج، خلي بالك يا هندسة. وخدنا يا أستاذ إن لوغاريتم أ ب ناقص لوغاريتم أ ج بتساوي لوغاريتم أ ب على ج. وخلي بالك يا هندسة، مش هي لوغاريتم أ ب على لوغاريتم أ ج، ولا هي لوغاريتم أ ب ناقص ج. خدنا الخاصية اللي بعد كده يا باشمهندس وقلنا لو معانا لوغاريتم أ ب أس ن، قالك نقدر ننزل ن قدام يبقى لوغاريتم أ ب. وخلي بالك ان مش هي لوغاريتم ا ب لكل اس ن، دي مش هي دي خالص. الخاصيه اللي بعد كده قلنا احنا نقدر نغير الاساسات، هنقول لوغاريتم ك ب على لوغاريتم ك ا، لازم نفس الاساس في اللوغاريتمين من فوق. بس خلي بالك ما تنفعش تقول لوغاريتم مثلا ب س على لوغاريتم ا ص، ما ينفعش، الأساس هنا مش زي بعضه. الخاصية اللي بعد كده كنا بنقول لو أنا عايز أجيب المعكوس الضربي، قال لك عادي بدل الباء مكان الألف، يبقى هنا باء وهنا ألف.
تمام يا أستاذ. كان فيها باش مهندسين حالة مبهمة بتقول لو معاك عدد أس لوغاريتم نفس الأساس يبقى الناتج على طول بسي. خد بالك يا باش مهندس من الحالة المبهمة دي. تمام يا سيد الناس؟ تمام. في خاصية تانية بتقول لو أنا معايا لوغاريتم 3 سين وحطيت يا أستاذ هنا أس، لازم أحط هنا نفس الأس، يعني كانت 3 2 وهنا سين 2، يبقى أحط لوغاريتم مثلا 3 7 يبقى هنا سين أس 7. ماشي هندسة؟ تمام يا أستاذ. أنا لميت لك يا باشمهندس معظم الأفكار اللي موجودة، تعال بقى نحلها مع بعض كده وركز في كل واحدة. المسألة دي يا أستاذ أسس، طب في حالة الضرب بتعمل إيه؟ بجمع الأسس، بص للأساسات، أدي 3 لوغاريتم 4 زائد لوغاريتم 25، ها زائد، شفت دي؟ 7 أس له نفس الأساس يبقى الناتج على طول ب 16، خاصية أنت لسه قايلها يا أستاذ مبهمة. طيب ده معناه إيه؟ ده معناه يا أستاذ ضرب، يبقى لوغاريتم 100 زائد 16. طب لوغاريتم 100 بكام؟ ال 100 دي يا أستاذ اللي هي تعتبر 10 أس 2، الاتنين تنزل قدام اللوغاريتم، يبقى جذر 3 أس 2 زائد 16 لأن له 10 10 بواحد، يبقى هنا 9 زائد 16 جذر 25 بتساوي 5 يا أستاذ. تمام. شوف السؤال اللي بعده. ده يا أستاذ معكوس ضربي. ليه يا ابني؟ عشان في المقام، طلعه من تحت لفوق. يلا قلت له لوغاريتم 30 2 زائد لوغاريتم 30 3 زائد لوغاريتم 30 5 يبقى بيساوي لوغاريتم 30 30 اللي هو بواحد يا أستاذ. ليه؟ عشان ده جمع يبقى كله ضرب هنا. طب المسألة دي الأس ده ينزل ولا لا؟ ينزل يا أستاذ لأنه على العدد اللي هنا، يبقى س ناقص 4 في له 2 2 خلاص بتساوي 5 ناقص س، هات الس مع الس، 2 س بتساوي 9 ومنها الس بتساوي 4.5. طب هنا يا هندسه جمع يا استاذ نفس الاساس، ايوه في عدد قدامهم، لا يبقى تشتغل عادي، لوغاريتم جذر 2 س مضروبه في س زائد 1 بتساوي 2، حولها الأسس، يبقى س مضروبة هنا أهو، س تربيع زائد س بتساوي جذر 2 أس 2، أس 2 شال الجذر، كويس. خد المسألة سواها بالصفر، س تربيع زائد س ناقص 2 بتساوي صفر. حلل س في س، الواحد في 2، الكبير ياخد المنتصف والتاني عكسه، ومنها س بسالب 1 ومنها س ب 2. طبعا السالب واحد هنرفضه. ليه؟ لأن الرقم اللي هنا لازم يكون أكبر من الصفر. تمام يا هندسة؟ تمام يا أستاذ. يلا يا سيدي الناس، ها السؤال ده هتتعامل معاه ازاي؟ س ناقص 2 يا أستاذ بتساوي لوغاريتم 3 2، الراجل عاوز يعرف س، ها حاسس بيك، حاسس بيك دلوقتي إنك قمت جاي قايل 2 أس س ناقص 1 بتساوي 3، إيه ده يا أستاذ؟ حلها ازاي دي؟ هرجع آخد لوغاريتم. عبيط، انت عبيط، ركز كده. السين يا استاذ بتساوي لوغاريتم 2 3 زائد 2، ده ايه يا باشمهندس؟ عدد لوحده، فاكر قلت لك لما يكون في عدد لوحده بتعمل ايه؟ بحط لوغاريتم نفس الاساس، شفت دي اضافه انا اللي حاططها بس ما غيرتش من شكل السؤال. هنا يا استاذ رفعت دي اس، بقى النتيجه لوغاريتم 2 3 زائد لوغاريتم 2 4، جمع يعني ايه؟ يعني ضرب يا استاذ، يبقى الناتج لوغاريتم 2 12. يا رب تكون واضحه معاك دي. يبقى هنا قيمه س بتساوي لوغاريتم 2 12. طب شوف دي كده، ايه ده يا استاذ؟ بص حضرتك، دي 4 كانت 2 اس 2 ودي 9 كانت 3 اس 2، حطوا اس 2 يبقى كان اصلها هنا 2 وهنا 3. مش فاهم يا استاذ حاجه. واحده 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 واحده. في خاصية بتقول ايه يا باشمهندس؟ في خاصية يا استاذ بتقول الاساس ده هو، بص عليه اللي هو الاثنين، تمام، خلي ده زيه، بقت 4 يعني عمل ايه؟ حط اس 2، او طريق تاني نسأله من دي 2 اس 2 ودي 3 اس 2،
الاثنين دي تنزل قدام تمام، والاثنين دي يتقسم عليها بره، وهنا التلاتة وهنا الاثنين دول راحوا مع بعض، بقى النتيجة لوغاريتم 2 3 بتساوي لوغاريتم 2 س اللي هي دي. الاساس ده زي ده يبقى س ب 3 يا استاذ. صح يا باشمهندس. طب هنا ها يلا يا استاذ، الاساسات مش زي بعض، بس انا اقدر اقول ان دي كده تعتبر نص لوغاريتم 2 س. تمام برافو عليك. صح كلامك صح. شفت الأربعة دي؟ قلت 2 أس 2، الأس لما بيكون هنا بقسم عليه، ركز. تمام يا أستاذ، هنا 1 زائد نص بواحد ونص 3 على 2، يعني هشيل 3 على 2 دي، يبقى لوغاريتم 2 س 3 في 2 على 3 راحوا مع بعض. هرفعها مسألة أسس، يبقى السين بتساوي 2 أس 2، يعني السين تطلع بأربعة. صح يا باشمهندس. أبو واحد قال إيه؟ أستاذ. قلت له قول. قال أنا كان عندي رأي تاني أسهل شوية من حلك ده. قلت لك تفضل قول. بص يا أستاذ أنا أقول لك، مش الاتنين دي أنا أقدر أحطها هي أربعة أس نص؟ قلت له آه. قال مش أنت بتقسم على الأس ده؟ لما أقول واحد على النص مقام المقام بسطي يبقى اتنين، يبقى أنا كده معايا 3 من لوغاريتم 4 س، 2 لوغاريتمين ولوغاريتم، شيل ده مع ده، ارفع مسألة أسس، يبقى س بتساوي 4 أس 1. قلت له صح برافو عليك. طب تعال نشوف دي. إيه ده يا أستاذ؟ ده الأساس مش زي الأساس، بس اللي مكتوب هو اللي مكتوب. أعمل إيه هنا؟ قال لك استخدم المعكوس الضربي. تمام اهو يا استاذ، كده اللي استخدمت المعكوس الضربي كويس قوي. هتتصرف بقى ازاي؟ مش عارف يا استاذ، ده دي في المقام اطلعها تاني من تحت لفوق؟ قال لك لا، اضرب بقى السؤال في لوغاريتم 3 س. لما ضربنا كله في لوغاريتم 3 س، يعني هاجي اضرب هنا في لوغاريتم 3 س، في لوغاريتم 3 س، في لوغاريتم 3 س. هنا بقى لوغاريتم 3 س الكل أس 2، ناقص 2 بتساوي لوغاريتم 3 من س. ساوي السؤال بالصفر يلا، يبقى لوغاريتم 3 س الكل أس 2 ناقص لوغاريتم 3 س ناقص 2 بتساوي صفر. الأس 2 اللي هنا ده ينفع ينزل ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش يا أستاذ. طب هتتصرف إزاي؟ مسألة دي تحليل يا أبو حميد. برافو عليك. فتحت قوسين، لوغاريتم 3 س في لوغاريتم 3 س، 1 في 2 الكبير ياخد المنتصف والتاني عكسه، ومنها لوغاريتم 3 س بتساوي سالب 1، يعني الس قيمتها بتساوي 3 أس سالب 1 اللي هو تلت، ومنها لوغاريتم 3 س بتساوي 2، يعني السين بتساوي 3 أس 2 اللي هي بتسعة. يبقى مجموعة الحل هي المجموعة تلت وتسعة. تاني يا شباب، تاني يا أستاذ. بص الأول المسألة، لوغاريتم 3 سين، إنما دي لوغاريتم سين 3. قلت له لا، ده أنا عايز يبقى الأساس 3، هستخدم المعكوس الضربي، نزل تحت. خلي بالك. تمام يا أستاذ. طب ليه ما رفعتش الأس 2 الأول يا أستاذ؟ لانه كنت هنيلها اكتر، كانت هتبقى دي 3 وكانت هتبقى دي 9، كانت هتبوظ مني قوي، فسبتها زي ما هي. ضربت في المقام يا استاذ المساله، جت معايا كده لوغاريتم 3 س تربيع ناقص 2 بتساوي لوغاريتم 3 س، سويتها بالصفر وقلت حل. انا بتخيل يا شباب ان مكان دي كانها مثلا ايه، صاد كده، كانها مكتوبه صاد اهو، ص تربيع ناقص ص ناقص 2 بتساوي صفر. لما كنا بنحللها كنا بنيجي يا استاذ نفتح قوسين ونكتب اللي قصه 2 مرتين اهو، وبنيجي على الاثنين هي 1 في 2، ومنها لوغاريتم 3 س بسالب 1 يعني الس بتلت، ومنها لوغاريتم 3 س ب 2 يعني الس ب 9. لوغاريتم 23 بألف، لوغاريتم 2300 بكام؟ قلت له يا استاذ ال 2300 هي 100 في 23،
2300 مية في 23 امتى بيضرب؟ يا أستاذ ده في حالة الجمع، يبقى دي كانت لوغاريتم 100 زائد لوغاريتم 23. لوغاريتم 100، المية دي اللي هي 10 أس 2، الاتنين تنزل قدام ولو 10 10 راح. طب لوغاريتم 23 بألف، يبقى الناتج 2 زائد ألف يا أستاذ، صح. لوغاريتم 3 بسين ولوغاريتم 4 بصاد، لوغاريتم 12 بكام؟ قلت له بص يا ابو احمد، ال 12 دي عباره عن 3 في 4، يعني لوغاريتم 3 زائد لوغاريتم 4، لوغاريتم 3 بسين ولوغاريتم 4 بصاد، يبقى هي عباره عن سين زائد صاد، دي كده سين زائد صاد. طب مساحه المثلث بايه؟ نص يا استاذ. في طول القاعده مساحه المثلث ده بايه؟ نص يا أستاذ، في طول القاعدة في الارتفاع. طب أنت عندك يا هندسة قانون لضرب اللوغاريتمات؟ لا يا أستاذ. هتتصرف إزاي؟ هنستخدم خاصية تغيير الأساسات يا أستاذ. يبقى نص في لوغاريتم 64 على لو 3 في لو 3 على لو 4. لو 3 دي راحت، ال 64 دي يا أستاذ هي 4 أس 3، التلاتة تنزل قدام، يبقى نص في تلاتة في لو أربعة على لو أربعة اللي هي تحت، دول راحوا مع بعض، يبقى الناتج طلع بتلاتة على اتنين يا أستاذ، دي المساحة. طيب هنا أنا عاوز محيط الشكل ده. قلت له يا أبو حميد بص حضرتك، هو في اتنين من دي، يبقى أنا معايا اتنين من لوغاريتم تلاتة خمسة زائد اتنين من لوغاريتم تلاتة عشر. مش فاهم يا أستاذ، واحدة واحدة. المحيط بنجمع الأضلاع، صح؟ بنجمع الأضلاع كلها، لو 3 5 هنا لو 3 5، لو 3 10 هنا لو 3 10. طيب لما نيجي نجمع دي زائد دي يعني في 2 منها، دي زائد دي يعني في 2 منها، هنرفع الأس كده، يبقى لو 3 25 زائد لو 3 100، يبقى المحيط بيساوي لوغاريتم 3 25 في 100 ب 2500. ده كده المحيط بتاع السؤال ده. و 2500 دي يا استاذ عباره عن لوغاريتم 3 50 اس 2، يبقى 2 من لوغاريتم 3 50 يا استاذ. ده في حاله يا باشمهندس انك ما لقيتش دي في الاختيارات. يلا يا هندسه، الاثنين دي تنفع تنزل؟ لا يا استاذ. طب ليه؟ عشان على اللوغاريتم يا استاذ. طب الاثنين دي تنفع تنزل؟ ايوه يا استاذ. يبقى لوغاريتم 5 أس 2 ناقص 2 من لوغاريتم 5 على لوغاريتم 5 ناقص 100 دي اللي هي 10 أس 2. طب الاتنين دي تنفع تنزل؟ تنفع يا أستاذ. خد لوغاريتم 5 مشترك. إيه اللي اتبقى من هنا؟ ده كان لوغاريتم 5 أس 2 يعني لوغاريتم 5 في لوغاريتم 5. أنت أخدت لوغاريتم 5 مشترك. اتبقى لوغاريتم 5 ناقص 2. واللي تحت لوغاريتم 5 ناقص 2 لان لو 10 10 راحت، دول راحوا مع بعض، يبقى النتيجه طلعت بلو 5. طب هنا يا باشمهندس هقدر يا استاذ ارفع الاس، بقى لوغاريتم 3 الف اس نص، لوغاريتم 3 ب اس نص، لوغاريتم 3 ج اس 2، لوغاريتم 3 جذر ا ب اللي هو ا في ب اس نص، ناقص لوغاريتم 3 3 ج اس 2. جينا يا باشمهندسين قلنا ايه؟ قلنا ده يا استاذ كله ضرب. قلنا هنا جامع يعني ضرب يا استاذ، لوغاريتم 3 ا اس نص في ب اس نص، خدت الاس نص مشترك، زائد لوغاريتم 3 ج اس 2 ناقص لوغاريتم 3 ا ب اس نص ناقص لوغاريتم 3 3 ج اس 2. دي راحت مع دي يا استاذ ليه؟ عشان هما نفس بعض مع تغيير الاشاره. دول طرح يا استاذ اهو، دي مع دي طرح، يعني ايه؟ يعني اسمه. يبقى لوغاريتم 3 ج اس 2 على 3 ج اس 2. دول راحوا مع بعض بقت لوغاريتم 3 تلت. التلت ده اللي هو 3 اس سالب 1. سالب 1 ينزل قدام، يبقى القيمه بسالب 1. يا رب تكون واضحة. ايه دي يا استاذ؟
لوغاريتم جوه لوغاريتم. طب نتصرف ازاي؟ عادي. المساله ايه؟ طرح. يعني ايه؟ يعني اسمه. تمام يا استاذ، انت قلت ما فيش اسمه لوغاريتمات، انت قاسمهم ليه؟ بص يا هندسه، ده اللوغاريتم اهو، دي حاجه مجهوله ودي حاجه مجهوله، لوغاريتم ناقص لوغاريتم، فانا قمت اقسمهم مع بعض. تمام يا هندسه؟ تمام يا استاذ. طيب ال 18 تنزل ولا ما تنزلش؟ تنزل. الاثنين تنزل ولا ما تنزلش؟ تنزل. دول راحوا مع بعض، يبقى الناتج لوغاريتم 3 18 على الاثنين فيها كام؟ 9. التسعة اللي هي كام؟ 3 أس 2. الاثنين تنزل ولا ما تنزلش؟ تنزل يا أستاذ. يبقى الإجابة كلها طلعت بتساوي 2. هنا إيه ده يا أستاذ؟ المسألة دي يا أستاذ بقى هي ضرب لوغاريتمات غير الأساسات ولا إيه؟ لا، السؤال ده مش ضرب لوغاريتمات. أمال يا أستاذ؟ هو واخد لوغاريتم لحاجة، واخد لوغاريتم 2 اهو لحاجة، الحاجة دي اللي هي لوغاريتم 5، ولوغاريتم 5 واخدها لحاجة اللي هي لوغاريتم 3 243. تمام يا أستاذ. يعني ايه بقى؟ يعني حضرتك ده بتعتبره حاجة، يعني لوغاريتم 5 للحاجة دي، فانت روح احسب الحاجة دي بكام. ال 243 دي يا أستاذ دي 3 أس 5، الخمسة دي هتنزل قدام هنا، فدي بقت يا باشمهندسين عبارة عن لوغاريتم 2 لوغاريتم 5 5. طب لوغاريتم 5 5 كام؟ بواحد. طيب لوغاريتم 2 1 دي بصفر يا أستاذ، مش فاهم. واحدة 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 واحدة، أنا جيت حضرتك لازم تفهم معنى السؤال ده إيه. السؤال ده يا أستاذ واخد لوغاريتم 2 لكل دول، ولوغاريتم 2 واخده لدول، يعني زي المسألة دي كده، شفت لوغاريتم 3 لدول، فهنا اعتبرناهم نفس الكلام. رفعت اللي بالأحمر دي جبت قيمتها، أدي لوغاريتم 2 لوغاريتم 5 قيمة اللي بالأحمر، ال 243 2 أس 5 3 أس 5 يبقى الناتج بخمسة. ماشي يا أستاذ. طب وتحت؟ تعال نشتغل تحت. لوغاريتم 3 نفس اللي فوق بالظبط، لوغاريتم هنا لوغاريتم 7، لوغاريتم 3 ال 512 2 أس 9، التسعة تنزل، لوغاريتم 2 2 بواحد، خلاص مش هنكتبها. لوغاريتم 5 5 ده دي قيمتها يا أستاذ بواحد. طب وتحت؟ لوغاريتم 7 9 دي 3 أس 2، ال 2 تنزل. طب لوغاريتم 2 1 بصفر، على أي حاجة يبقى الناتج بصفر يا أستاذ. يبقى قيمة المسألة دي بتساوي صفر. يا رب تكون واضحة معك. السؤال ده يا هندسة هتتصرف ازاي؟ هنا في جذر يا أستاذ ربع الطرفين، يبقى لوغاريتم 2 س بتساوي لوغاريتم 2 جذر س الكل أس 2. ده عبارة يا أستاذ عن جذر س أس 2. الأس 2 ده هنزله قدام، يبقى 2 لو 2 جذر س بتساوي له 2 جذر س الكل أس 2، بالاسم على له 2 جذر س، يبقى 2 بتساوي له 2 جذر س، يبقى 4 بتساوي جذر س. جبت الأربعة منين؟ 2 أس 2. هشيل الجذر ده يا باشمهندس أربع الطرفين، يبقى س بتساوي 16. تمام يا هندسة؟ تمام يا أستاذ. عايزين نشيل الجذر ده هنربع الطرفين، يبقى س أس لو جذر س بتساوي 100. هناخد يا باشمهندس لوغاريتم للطرفين، يبقى لو أساسه 10، لوغاريتم جذر س في لوغاريتم س بيساوي لوغاريتم 100 اللي هو 2 لوغاريتم 10. تمام يا أستاذ. بعد كده يا أستاذ قمت جاي قايل إن دي تعتبر س أس نص، النص ينفع ينزل؟ ينزل. لوغاريتم س في لوغاريتم س بلوغاريتم س الكل تربيع بيساوي 2 لوغاريتم 10. هات الاتنين دي هنا، جبتها يا أستاذ، بقى لوغاريتم س بيساوي 4 من لوغاريتم 10. تمام يا باشمهندس. لوغاريتم 10 10 كده كان بكام؟ كان بواحد، ملوش لازمة. طب خد الجذر للطرفين، يلا
يبقى لوغاريتم س بيساوي موجب او سالب 2، يعني الناتج 10 اس 2 والناتج 10 اس سالب 2، دي كده قيم س. يلا يا هندسه السؤال ده هنتصرف فيه ازاي؟ بص يا استاذ حضرتك، هربع الطرفين بقى لوغاريتم 91 زائد 3، الثلاثة دي كان أسها جذر س على 2 بتساوي لوغاريتم 10 جذر 2، ربع الطرفين يبقى دي أس 2. الجذر ده ينفع ينزل قدامها هنا ولا ما ينفعش؟ ينفع، يبقى جذر 2 له 10، 10 راحت، أس 2 بتساوي له 91 زائد 3 أس جذر س على الاثنين، الاثنين راحت مع الجذر، هحسب اللوغاريتم ده كان 10، يبقى 91 زائد 3 أس جذر س على الاثنين بتساوي 10 أس 2 ب 100. عدل 91 بإشارة مخالفة، 3 أس جذر س على الاثنين بتساوي 100 ناقص 91 ب 9، والتسعة دي اللي هي 3 أس 2. إذا تساوت الأساسات تتساوى الأسس، هربع الطرفين عشان أشيل الجذر، يبقى السين تطلع بتساوي 8 يا أستاذ. بس كده يا باشمهندس. لوغاريتم أ أس ص وهنا أ أس س، قلنا يا أستاذ السين دي تنزل قدام والأس اللي هنا بنقسم عليه، يبقى س ع ص. السؤال ده بيقول لوغاريتم أ ص 1 في، لوغاريتم أ ص 2 في، لوغاريتم أ ص 3 في، وهكذا. قلت له يا أستاذ في النص هنا لوغاريتم أ ص 45، ص 45 بواحد، لوغاريتم أ 1 ده بصفر يا أستاذ، صفر في أي حاجة كل ده بصفر، مش فاهم. تاني، في النص، في ما بينهم، لوغاريتم ظا 45، ظا 45 بكام؟ ده بواحد يا أستاذ. طب لوغاريتم أ 1 ده بصفر يا أستاذ، خلاص يبقى كل المسألة دي بصفر، لأن صفر مضروب فيهم كلهم. في تطبيق يا باشمهندس أخير على الدرس ده، التطبيق ده بيقول لك إيه؟ لو في أس ما انتش عارف تحسبه حله باللوغاريتم واستخدم الآلة الحاسبة في الحل. قلت له ازاي؟ قال 5 أس كام ب 13؟ قلت له ما اعرفش. قال لك خد لوغاريتم معتاد للطرفين، يبقى س في لوغاريتم 5 بتساوي لوغاريتم 13، يبقى س بتساوي لوغاريتم 13 على لوغاريتم 5، واكتب لوغاريتم 13 على لوغاريتم 5 على الآلة الحاسبة وطلع القيمة. وفي ناس كانوا يقولوا لا عنده طريق اسهل شويه، قلت له قول. قال بشوف المجهول اسه ايه او اساسه ايه واخد لوغاريتم نفس الاساس. السين اقدر انزلها يبقى طلعت بلوغاريتم 13 5. ده هو ده؟ ايوه، خصيت تغيير الاساسات. صح، كلامك صح. هنا هو يا استاذ، اهو بص حضرتك، سين زائد 2 في لو 3 3، لان انا خدت لو 3 للطرفين، 3 3 دي راحت خلاص، يبقى س زائد 2 بتساوي لوغاريتم 16 3، يبقى س بتساوي لوغاريتم 3 16 ناقص 2، واقوم مطلع القيمه. وفي مدرسين بيعترضوا بالحته دي، بيقول لك لا هنا القيمه ما بتطلعش معانا دقيقه، انت يا باشمهندس روح خد لوغاريتم معتاد للطرفين نزل دي قدام اضرب التلاتة عد دي بإشارة مخالفة طرح يعني اسمه بعد كده اقسم على اللو 3 بس كده انت طلعت القيمة بتاعتك. طب مسألة زي دي يا أستاذ امشي بنفس الكلام، خد لوغاريتم أساسه 10 للطرفين، س زائد 1 في لو 7 بتساوي س ناقص 2 في لو 3، ينفع اللو ينضرب بالظهر كده، تمام، يبقى س لو 7 زائد لو 7 بتساوي س لو 3 ناقص 2 من لو 3. هنجيب اللي في س مع بعضه، س لو 7 ناقص س لو 3
بتساوي سالب لو 7 ناقص 2 لو 3. هناخد سين هنا مشترك، هيتبقى لو 7 ناقص لو 3، وهنا هنرفع الأس ده يبقى لو 7 زائد لو 9. طرح يعني قسمة، يبقى لو 7 3، وهنا لو جمع يعني ضرب، واحد على هشيل ده واقسمه على ده، يبقى السين قيمتها بلوغاريتم 1 على 63 على لوغاريتم 7 3. بس كده يا باشمهندس، وتطلع القيمة دي على الآلة الحاسبة. أنا عارف إن الحصة كانت طويلة جدا، كده أنا خلصت معاك كل الخواص يا باشمهندس، كل اللي عليك بقى تبدأ تحل في النماذج إن شاء الله. أتمنى إن أكون فدتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.